لاباس واش راك متصل لاباس لاباس نشوفو كاوتو من الجزائر ياك كتشوفونا في تل صافي بليزير كنا نتبعوا الفيستيفال تاع موازين الشاب مامي كي دايره الدعوه الدعوه راها غايه لاباس الحمد لله باش نشرحوا للمشاهدين ماشي الدعوه ديال المحكمه وداكشي انتما الجزائر تسول الوالد كيف داير شوف كاين حنا نقولوا كيف خطاش يقولوا كيف يقول لك كي دايره الدعوه ولا خطاش يقول لك كيف دايره الحيه كي دايره الحيه كي دايره الحاجه صافي داك اسكو انت راك غايه لاباس وانت غايه لاباس الحمد لله ونشكرو انت اليوم ان شاء الله غادي تحيي حفله بمنصه النهضه فعاليه الدوره 12 ان شاء الله هذه الحفله ان شاء الله غنقلوها على ميدي ان تي في للمشاهدين ديالنا شنو هو الشعور ديالك انك تتواجد في مهرجان كبير موازين وتكلم لنا على الحضور ديالك والحفل ديال هذه الليله لا هي بيان سور الشعور تاعي هو الشعور تاع فرحه تاع شغل فخور مفتخر وانا نغني في هذا الفيستيفال خاطر هذا الفيستيفال هو من بين المهرجانات المعروفه بالعالم وخاصه بال اون افريكا اي في العالم العالم كله تقريبا العالم كله مهرجان موازين دونك سافو دير سي هذا المهرجان شغل كيما كاين مهرجانات بزاف كاين تاع تيمكاش كاين تاع مهرجان الصويره القناوه الصويره تاع القناوه تاع كلش هذا المهرجان هو جوهره ولا كيما نقولوا حنا سي لو سول فيستيفال اللي يجيب بزاف دي ستار دونك يلي تري تري كونو دونك جو سوي تري 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 كونتون وحنا فرحانين واكيد الناس اللي تيبغيو الشاب مامي فرحانين انهم غيشوفوك من خلال الحفله اليوم ونبغي نذكر المشاهدين الكرام بانك كنتي ضيف ديالنا في الحفله ديال راس السنه في البلاطو ديال ميديا ان تي في اش غنقول لك فين هاد الغبره الناس توحشوك على بالي توحشوني لا على بالي بلي توحشوني مي انا نقول لهم بلي ان شاء الله في بالك راس الجا السنه ولا ديبي 2014 يكون البوم فيه جديد وان شاء الله يكون ينال اعجاب الجمهور ان شاء الله علاش تعطلتي في الالبوم لانك غادي تطلقوا في هاد مارس افريل تعطلت شوف والله العظيم تعطلت خاطر على بالي بلي الجمهور راه يتسنى دونك لازم كنت كيما يقولوا في الفرنسيه جولي اتخ على اوتير دو سيت اتونت دونك راه يتسنى دونك كنت باغي بلي هذا الالبوم نكون كيما يقولوا الالبوم يكون نكون سور بن با كون جو دي سور اون اي جامي سور وي ولكن ماشي انت اللي تتسنى ولا الجمهور تتسنى حتى صحابك اللي ما تيبغيوكش بزاف راه تما تيتسناو امير الراي شنو جايب من جديد شنو جايب من جديد دونك لا هي فيه جديد وان شاء الله سي فري كان فيه شويه روتار مي فوالا راس السنه ولا ديبي ان شاء الله 2014 هاد لو نوفيل البوم اللي غادي تطلق ان شاء الله في 2014 واش غادي يكونوا فيه دي كولابوراسيون افيك دي ارتيست كنعرفوا انك درتي اون كولابوراسيون افيك لو ليجندير ستينغ ايغالمون افيك سمير السعيد زوكيرو واش كاين شي حاجه بحال هكا في لو نوفيل البوم الجديد ان شاء الله ان شاء الله ان تيسكو بور نو تيليسبيكتاتور ان شاء الله ان شاء الله بوتيت كيليا كيليغا ان او دو ديو فوالا جو ديري Vous voulez garder le suspense? Voilà, exactement, le suspense. Donc, mais il y a quand même un ou deux duos. Inch'Allah, ça va être pour la fin de l'année ou le début de 2014, Inch'Allah. إلا بغيتي الآن جاو لعندك قالوا لك شنو هو الديو اللي تبغي دير مع فنانة مغربية؟ درنا سميرة بن سعيد في يوم ورا يوم اللي لقى نجاح كبير. شكون مامي الفنان الجزائري مع من يبغي يتعامل في ديو مع فنانة مغربية؟ فنانة مغربية كاين الصورة لطيفة فرافت ولا نعيمة سامح الله لو ميساج اي كليغ فوالا سي لي دو كي اللي فوالا اللي شغل نحسهم سي سوالا ايزون بوكو طالون عندهم الاداء الحمد لله دونك اسكو مامي شانت بور لا فام بيان سور جو شانت جي توجور شانتي بور لا فام دوبي توجور باسكو لي شانسون de la chanson Rai, on a commencé toujours à parler de l'amour. D'ailleurs, c'était nouveau pour le public. Pour le public, bah, le Rai, donc c'était un peu nouveau. Mais le Rai,
ونهضروا كنا نهضروا عليه بطريقه ديريكت سي با سي با باش كما يقولوا باش بالشعر ولا حاجه. وهذه اللي كانت في الاولى الشغل سبوسالو غاي الى دي مال باش يخرج باش يكون معروف كثير كثير. مامي تتكلم على الراي انت في هذا الغياب هاد السنين على الساحه الفنيه. الساحه الفنيه هي الظروف يا خويا الظروف. هي الظروف حنا ما نهضروش على الظروف اللي فات مات وهذاك ماشي شغلنا هذاك شغلك. الناس تكلموا على شنو اللي جرى. حنا تنشوفوا مامي 2013 و14 في هذا الغياب ديالك الراي حسينا بانه ولا واحد الركود واحد لقيتك كان واحد الموجه كبيره ديال هذا الراي اسماء كبيره كنتي انت خالد فوديل بزاف لا ليست طويله. شنو تقييمك للساحه الفنيه الراي دابا اللي وصل له الان؟ هو والله العظيم باش نقول لك هي كشغل حنا كيقول لك اون دال ما تنجمش تسد على بيلي واحد ولا بد يليق لها بزاف لي بيليات باش تقعد. شوفوا راك فاهم واش باغي نقول. فهمتك. دوك فوالا دوك كنت شويه غايب دوك راه خصها بيلي دوك فوالا قعدت شويه تميل. نعم. دوك ان شاء الله مع هذا الالبوم ان شاء الله يكونوا عندها اربع فيليات ولا طيراس تقعد في بلاصتها. سي فري باسكو كان ولا فيه نقص بالنسبه للراي ما ولاش جديد ما ولاش كونكورونس ما ولاش فوالا باسكو تو سي كونت اون فوا كيما نقولها لك كونت اون فوا دو ماغازان باغ اكزومبل كي يكون غير ماغازان وحده على بالها بلي كليون راهم جايين بصح كونت دو ماغازان كل واحد يبغي لي كليون يجيبهم هو. دونك يزوق المغازان تاعه يدير دونك فوالا دونك سا فو دير لا كونكورونس او بروفي دو راي او بروفي دو ستيل. نعم. اذا انت يا كنتي هذا الغياب على الساحه الفنيه كنتي تسمع الاصوات تسمع الناس شنو تيديروا سمعتي الالبوم ديال خالد مع رضوان؟ سمعته ماشي غير مع رضوان كان بزاف دي فيتورينغ. نعم. دي فيتورينغ نو مليحه مليح سي ان تري 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 بال البوم فوالا مي فوالا شويه كان بطا مي سي تري بال البوم. دابا الساحه نعم تفضل كمل مامي حنا فرحانين هنا تنتلاقاو مع مامي والناس ونشوفوا خديجه مامي اليوم عنده الحفل وشتي كي ديكونتراكتي واخا تعطل علينا في بلاطو الصحافه كل شيء كانت باش تلقى انهم حطوا عليك شي اسئله ولا حاجه. الحمد لله حطوا لك شي اسئله. كي كانت لابريس معك اليوم سي فري صافا كانت مليحه. ما حطوش الاسئله اللي تتعصب؟ لا حطوا اسئله مليحه. السؤال اللي تيعصب السؤال اللي يعصب ولا حطوش هنايا ولا بد تسناه ولا ما تلقاهاش غير كما تبغي انت. شنو السؤال اللي غيعصب مامي اليوم؟ عرفتي يا خديجه بلا ما نعاود. شنو السؤال اللي يقدر لا السؤال اللي هذاك تاع الدرابو تاع لو درابو اللي قاعد تقول باللي فوالا ما يبغوش لو درابو قلت لها سي هي هذه مشكله تيتحطوا فيها الفنانين. سكينو فو نو سي ان درابو كي ريبريزونت لالجيري لو مغرب المغرب وتونس. نعم. ان درابو ان سول درابو. اذا علاش ما تفكرش في اغنيه مغاربيه باش تحل الحدود وحنا نتقربوا مع الشعب الجزائري اللي تنبغيهم وتيبغيونا. ماشي الشعب الجزائري جو بونس كو سي اوني بحال حنا بحال. نعم. دونك مي بون كيما نقول لك نخلوا الارض للزارع. نعم. اللي يزرعها. نعم. تخلي الارض اللي يزرعها. اللي يزرعها. مامي حنا تنهضروا على الموسيقى. فهمتيني واش بغيت نقول؟ لا ولا سا بوليتيك او بوليتيسيان. مي لار ات او دولا دو لا بوليتيك اي نا با دو باريير اي نا با دو فرونتيير جوستومون دو فوتر بريزونس اوجوردي او ماروك. نو مي سي سا دير كونت اون بار سا دير دو درابو اي نو فو نو فا اون تانك بوبل نو اون فو ان درابو بور تو بور لو ماغريب ريغاردي لوروب ما يهضر لي زالمون et les français mais hadrouch loua wahda mais il y a un drapeau واحد donc c'est ce que nous faut c'est مامي السينما سمعنا كاين شي حاجه في السينما شي دوكيومونتير شنو نو كاريمون ان فيلم je vais prendre le jouer le personnage d'une autre personne voilà بغيتي تجربه عجبتك تجربه مليحه
J'avoue que je suis un peu mauvais dans le cinéma. Mais ça je n'ai pas vu le film. Non, parce que j'ai déjà fait le film 100% arabica. Oui. Donc j'aime pas me voir au cinéma, c'est un peu bizarre. Tu as fini cette قراحتك. لا القراحة سور سان سور سان ها لا سور سان شو مرة سور سان سكي ندخل بون سي فري خاطرش نكون عيان نكون مي كي تطلع ساي تقلع تصال العيا يروح سي تو دوفيا كومون دي ان ارتيست يجو سور سان يو ترافاي با يجو سي اوني دون كوب دي زونفون سور سان. شنو تقييمك للساحة الفنية العربية في هاد الأزمات اللي الربيع العربي وداكشي من خلال أغنية الراي؟ واش تظن أن الراي لقى داك الصدى العالمي ديالو ولا باقي الراي يباتوج؟ هي باش الواحد يكون صريح. هي حنا داكشي اللي بغيناه فيك انت معروف عليك. مانيش مانيش شوف انا مانيش هنا باش كلشي نزوقه. سافا دير سي فري في الاولى لو راي الى 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 سي سوفلي ان بو دي ديرني طون اي لا فوالا كيما كنت نقول لك قبيله ما كانش لي روشيغ لا روشيغ ما كانش حيت مامي عطى واحد نوفو سوفل للراي من خلال دي فيتشرينغ مع فنانه كبار لان الناس ولاو تيقلبوا نيش مع ستينغ ولا مع زوكيرو هذا فنان جزائري تغني الراي يعني انت لعبتي دور كبير ما خاصش يبقى عندك ذاك لو تيتر ديال امير الراي. شنو نعطيوك دابا لو تيتر لا بغيتي؟ لا سي باقي امير الراي. De toute façon, le rail, ce n'est pas un royaume. Pour qu'il y aura un roi ou un prince. Le rail, il est ouvert pour tout le monde. Donc, ça veut dire gâche, ou le chef libre, il n'est pas un royaume. Je suis allé à l'aïe, je suis allé à l'aïe. Je vais te dire que le chef libre, il est allé à l'aïe. Il faut juste aimer. Il faut juste aimer, mais il ne faut pas aimer. Je ne vais pas aimer la musique. Je vais te dire la musique. Qui t'aimerais sincère, avec pas sincèrement, qui t'aimerais sincèrement, ou elle a bout de général, parce que le nageur est top top à l'effet d'art. Mais ça jamais, c'est de la bêche qu'on nage. Qui t'aimerais bêche qu'on nage, c'est là où il me t'aime. Mamie, t'as croque. باش انا شكرا لكم على التوفيق هذه الليله. الله يسلمك ويعزك. ونبغي نذكر مشاهدينا الكرام بان هذه الليله غادي نقلوا الحفل ديالك مباشره على ميديا تي في ان شاء الله، واكيد الناس في الجزائر غيكونوا تيشوفوك كل المحبين في المغرب العربي. اذا نعم اخويا يا في الجزائر غادي يشوفوا سيزو بزوقه، والمسكين انا غادي يشوفوه كاع الجوائر غادي يشوفوه.